السلام عليكم ومرحبا بكم معي. نبدأ بالصلاة والسلام على النبي محمد عليه ألف صلاة والسلام. اليوم بإذن الله حبيت ندير لا تارت أو فخيز. لهاد لا تارت واش لازمنا؟ سامحوني قبل ما نبدأ في لا تارت، شوفوا الناس بزاف يبعثوا لي مادام دير لهم دير لنا شربة فريك، مادام دير لهم دير لنا جوازات تاع رمضان. شوفوا هاد الحوايج راني درتهم ديجا من عندي عام اللي حليت لا شان تاعي، راني في عام اني درت الجوازات شبان بلد بزاف في فيديو الاولين. شوفوا كي ديروا لاباج تاعي تقراوا المكتوب فيديو، كاين شورت كاين فيديو، كان دخلوا وسيو في فيديو، عبزوا في فيديو، تصيبوا لي فيديو تاعي. شوفوا هنا نوري لكم، هاكو تشوفوا كي تدخلوا هنا في لاباج تاعي، ها هي لاباج تاعي فاطمه زهرة دلهم، كي تدخلوا كاين هنا فيديو. شوف هنايا عبزوا هنا فوالا هنايا يخرجوا لكم كاع لي فيديو تاعي، لي روسيت كاع هكذايا، هاكو تشوفوا كل شيء تيخرج لكم. دونك لازم تعبزوا في فيديو، هذه هي هكذايا كو تشوفوا فوالا، هذه هي كاين شورت كاين بليستين بصح لا نتوما في فيديو عبزوا في فيديو يخرج لكم كاع لي فيديو تاعي. هذه هي نروحوا للمقادير تاعنا. المقادير نبداو في العجينه هي الاولى باش نخلوها ترتاح. عندي 300 غرام فرينه، هنا ني درت شوفوا نورمالمون الزبده تجي النص تاع الفرينه، كي نديرو 500 غرام نديرو 500 غرام فرينه، نديرو 250 غرام تاع الزبده، كي نديرو 300 غرام تاع الفرينه نديرو 150 غرام تاع الزبده، مي انا نزيد ديما دوك 10 غرامات زياده. هنايا عندي 300 وهنا درت 160 غرام، هذه هي زيد واحد المغرفه تاع القهوه. عندنا حبه بيض، شويه تاع لافاني، قريصه تاع الملح، وثلاث مغارف ولا زوج مغارف نتوما واش حبيتو. الا حبيتوها حلوه ديروا ثلاث مغارف سكر غلاس، الا حبيتوها نورمال ديروا زوج مغارف تاع سكر غلاس. انا ننصحكم مادام فيها لا كريم باتيسير نديروا زوج مغارف ماكله تاع سكر غلاس. هنا لداخل راكو تشوفوا راني درت القريصه تاع الملح. شوفوا نخدموا الطريقه سهله كامل. هادو 300 غرام جاوني يجوكم زوج كيسان تاع 220 مليلتر، بصح شوفوا يكذب عليكم لا باتيسري بالميزان، ماهيش بالكيل لازم بالميزان. هذه هي ندني شويه منا هكذا، ندير الزبده. شوفوا ندير كلش على السطره، ندير حبتي تاع البيض، بسم الله. تقدروا ديروا الصفار وحدو، شويه تاع لافاني، حندير كلش على خطا، نديرها لكم سهله. ونزيد زوج مغارف تاع سكر غلاس، يعني غربلتو هكذا، وحده زوج. هي في الحق شوفوا هي في الحق الا درتو النص تاع الزبده ديروها سكر غلاس، هذه هي الا درتو 150 غرام تاع الزبده ديرو 75 غرام تاع السكر هكذايا، بسم الله. وندير كلش على خطر، ما سامحوني هكذا نطمها كامل. شوفوا لاباط ها هيك، الله يبارك طريه هايله. درت لهم درت لكم ديجا تارت، درنا لي باركيت وقيلنا على او سيترون واقيل يا اخي. فهمتكم باللي كاين فرق بين لا بات سكري اي لا بات بريزي. لا بات سكري طمطم غير زبده بيض او اكوشتو كيما درناها. لا بات بريزي لا ديفيرونس انت لي دو بات، يعني الفرق بين العجينات في زوج. لا بات بريزي هي العجينه المكسره تجي فيها شويه تاع الماء، العجينه الحلوه ما تجيش فيها الماء، تنطم غير بالزبده كيما راكو تشوفوا. نطمت بزبده هذيك وحبات على البيض تاعها. هنا نديرها في البافيي فيلم هكذا ونخليها في الفريجيدير ترتاح بالقلب بالقلب وما سويعه هكذاك باش تجيكم سهله تنحركم تري بيان. نروحوا نوجدوا لا كريم باتيسير، نروحوا لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير عندي نص لتر تاع الحليب، هنايا عندي 4 مغارف تاع لا مايزينا اللي جاوني 75 غرام، انا درتهم لكم بالمغرف تاع الماكله، ها هي كيلت بهاد المغرفه تاع الماكله جاتني 4 مغارف.
هنايا ديروا من 80 حتى ل 100 غرام تاع السكر. تقدروا ديروا في بالكم باللي هذا 3 مغارف كبار تاع الماكله، تاخذوا طوحوا حتى لاربعه. عندنا من 80 حتى ل 100 غرام تاع تاع السكر، جوج حبيبات بيض وشويه تاع لافاني. عندنا ملعقه كما قلنا 75 غرام مايزينا اللي جاتني 4 مغارف تاع ماكله. عندنا قولوا 100 غرام تاع السكر، جونا 4 مغارف تاع الماكله تاني باسكو السكر ثقيل على المايزينا. زوج حبيبات بيض وشويه تاع لافاني. واش ندير الحاجه الاولى؟ نرد الحليب يغلي فوق الفرن، هذه باش ندير لا كريم باتيسيير. هنا نبدا زوج حبيبات بيض، بسم الله الاولى والثانيه. هكذا ندير السكر اللي قلت لكم جاوني 4 مغارف، كيما يقولوا في لي تيرم تاع لا باتيسري اون في بلانشير لي زو، سادير نبيضو السكر مع الصفار البيض ولا مع البيض. هذا درتهم كومبلي يا زوج حبيبات. هكذا نزيد ندير المايزينا، بسم الله هكذا. ندخلها كامل الداخل مليح. خبطوها باش ما ديركمش لي غرومو. واش ندير الحليب اللي راهو يغلي؟ ها هو كنحي منه شويه، بسم الله هكذا. ما تخلوش يغلي الحليب، خلوه يسخن. من بعد كي نحلها هنايا نعاود نحط الكسرونه تاعي ونرمي هذاك الخليط كامل اللي درته. هكذا نخلط مليح، ما نخلي والو. هكذا فوالا ونضرب مليح. هنا نعاود نردو فوق النار. هنا ايطابت لا كريم ندير لها مغرفه تاع لافاني هكذا ونخلطها بيان. هاكو تشوفوا فيها هاك. دوك هنا واش ندير؟ نغطيها ببابي فيلم ونخليها تبرد. كيما راكو تشوفوا راني حليتها في البلاستيك، هاي شكان تشكيو لها دوك تاع الخبز راني حليتها. دوك واش ندير؟ نرفدها ونحطها في المول تاعي. ها في المول هذا يتنحى هكذا. دوك نرفدها ونديرها لداخل، بسم الله. هاد النيلون هدا يسهل لكم كيما يقولوا يسهل لكم المهمة. هكذا فوالا هكذا. من بعد ما فرشتها ندير لها كامل هكذايا. ديروا يدكم في الفرينة باش ما تلصق لكمش. هكذا صاير داير. هنا ضغطوا مليح باش ما تطلع لكمش من بعد، حتى نكملها كامل ومن بعد نتقبها بالفرشيطة ونبرجها كامل بالحليول. هكذا نجيب الفرشيطة نبيكيها كاع. هكذا تبيكيوها باش ما تطلع لكمش. نكمل كامل هكذايا فوالا. هاي لاطارت تاعنا راهي واجده. هذه اللي قعدت نديروها دي بتيت باركات ولا دي مول صغار نديرو فيها واش نقول لكم. دوك انا لاباط تاعي راهي واجده، راني درتها في المول. نديرها اوموا يعني بالقل نص ساعه في الكونجيلاتور. يا بنات هذه نصيحه مليحه بالبزاف، لازم لاطارت وهي ابلون هكذايا فارغه ديروها في الكونجيلاتور باش هكذا ما طيح لكمش كي طيب لكم في الكوشه. هذه هي لا كريم باتيسيير تاعي راهي بردت. دوك واش ندير؟ ندير لها شويه نتاع تاع الزبده بوغ لا ليجي، يعني باش نخففها شويه هكذا. نضربها بالباتور. شوفوا كشولات هايله لا كريم تاعنا
دوكا نخليها. شوفوا الا حبيتو ديروا لا كريم موسلين، ومن بعد ندير لكم اون تارت بلا كريم موسلين. لا كريم موسلين لازم او موان يعني بالقل بالقل 100 حتى 150 غرام نتاع الزبده تزيدوها في لا كريم باتيسيير. لا كريم موسلين هي كريم باتيسيير زائد زبده، مي كميه يعني معتبره كما يقولوا كميه مليحه تاع الزبده هذيك باش نديروا كريم موسلين. لا كريم موسلين نديروا بها لي ميلفوي، نديروا بها لي شو، نديروا بها هذه هي. مي هذه شويه زبده باش نخفوا لا كريم باتيسيير نتاعنا. هنا درت لا كريم باتيسيير في لو بلاطو. كيفاش درت؟ حكمت لا بوش، عمرت لا كريم باتيسيير وعمرتها كامل ويغاليزيتها. هنا دوك نبدا نستف لي فريز اللي راني قطعتهم. لي فريز درت خليهم واحد الساعه في الماء يتنحلوا مع داك التراب كامل، شلهم بالطبع على بالي تعرفوا يعني غراني نقول برك، مي انا ديما نخليهم واحد الساعه في الماء نبدل لهم الماء باش نبدا نخدم بهم. هذه هي دوك انايا واش ندير، نستف كامل هاد لي فريز فوق لا طارت تاعنا ونوريها لكم. لازم ندير لها لا جولي من بعد كي نكمل نوريها لكم. هذه هي لا طارت فريز تاعنا اللي درتها معاكم. هذه ابسط طريقه باش ديروا لا طارت فريز، يعني لا باز العجينه هي لا باز، لا كريم باتيسير هي لا باز. كيما قلت لكم الا حبيتوا ما تزيدوش الزبده، يعني الناس ما تاكلوش الزبده بزاف، ديروا 3 مغارف تاع لا مايزينا معمرين بيان يعني معمرين، ما كان له ديروا 4 باش تزيدوا الزبده. هذه هي واش نقول لكم، كيما قلت لكم لا كريم باتيسير هي السهله سي لا باز، العجينه هي السهله سي لا باز. وكما تشوفوا لي فريش شويه ماشي حموره شبان، يدخلوا منا وجاي ان شاء الله الوقت يكونوا شبان. هذه وزنا لهم لا جولي، قلت لكم ما عندكمش لا جولي ديروا شويه تاع المعجون. هذه هي ما تنساوش جيم اي ابوني، نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. ما عليا غير نقول لكم في امان الله وحفظه، مع السلامه.